أنا اسمي رنا. الحكاية بدأت لما قررت أشتغل في مطعم بيتزا. حاولت أشتغل أكتر من شيفت عشان أخد مرتب كويس. كان الوقت الإضافي في الشغل كان بيوصل لتلات أو خمس ساعات في اليوم. كان شغلي ما بين المطبخ وإني أوصل الطلبات. في اليوم ده كان يوم صعب قوي بالنسبة لي، وكنت تعبانة جدا، وكان الوقت متأخر جدا، وآخر الشيفت اضطريت أوصل آخر طلب بيتزا كان موجود، وأخدت الطلب من المطعم وركبت العربية وكتبت العنوان اللي هروحه على GPS، وكان المكان على بعد 20 دقيقة. وبدأت أتحرك بالعربية وكنت مرهقة جدا. قررت أني أوصل الطلب اللي معايا وأروح البيت عشان أرتاح. بدأت أقرب من المكان وكان المكان فاضي خالص، ويبدو أن الشخص اللي طلب الطلب ده ما بيحبش الأماكن المزدحمة، وده اللي حسيته مجرد ما قربت من المكان. ولما وصلت للمكان واضح قوي أن البيت قديم، ويعتبر المنطقة دي أكتر منطقة هادية روحتها. بدأت أنزل واخد البيتزا من العربية ورحت اتجاه الباب الرئيسي للبيت، ورنيت جرس البيت وجي راجل يفتح الباب. مجرد ما شفته فتح الباب طلب مني أحط البيتزا على الترابيزة جوه، وإني هلاقي الفلوس على الترابيزة جوه وأقدر إني أخدها. وبعد ما قال لي كده وسابني ومشى، بدأت أدخل البيت. كان مدخل البيت مظلم جدا وهادي جدا. بدأت أشغل الكشاف بتاع تليفوني واكتشفت إن البيت مفهوش إضاءة خالص، وده كان بالنسبة لي حاجة غريبة جدا. وكانت الترابيزة في غرفة المعيشة اللي مفتوحة على الصالة. رحت للأوضة وحطيت البيتزا، وكانت الفلوس فعلا موجودة على الترابيزة. وفجأة سمعت صوت الباب بيتقفل ورايا بصوت عالي، وسمعت صوت خطوات وكأن حد هو اللي قفل. حسيت بخوف لأني جبت ضوء الكشاف اتجاه الباب ورحت بسرعة عند الباب، ولكن الباب كان مقفول. لاحظت ان موبايله هيقفل شحن. كنت حاسه اني هموت من الخوف. حاولت افتح الباب لكن ما كانش راضي يفتح خالص. وفجاه بدا تليفوني يرن. ببص لشاشه الموبايل عشان اشوف مين بيتصل، لقيته رقم مجهول. فتحت المكالمه عشان اشوف مين. سمعت صوت همس مخيف. سالت مين معايا. استمر صوت الهمس. رديت وقلت عايز ايه مني. رد وقال لي انا بحب استمتع، بص تحت الترابيزه. بصيت تحت الترابيزه لقيت موبايل، وفي اللحظه دي بدا موبايلي يسخن جدا لدرجه انه حرق ايدي. اضطريت ارميه بعيد من شده الحراره. لقيت الموبايل اللي تحت الترابيزه بيرن مكالمه فيديو. فتحت المكالمه ولقيت راجل عادي، ولكن كان راجل ملثم ولابس قناع. قلت له لو سمحت خليني امشي، انا ما عملتش حاجه. رد وقال لي روحي اوضه النوم. مشيت لأوضة النوم وأنا برتعش وخايفة ومكنتش قادرة أمسك الموبايل من الخوف. فتحت الباب لقيت أوضة نوم عادية وفيها مكتب. سألته عايز مني إيه. بدأ يضحك بشدة، وأنا في اللحظة دي قفلت المكالمة. حاولت أبص في الغرفة على أي حاجة ممكن أستخدمها كسلاح أدافع بيه عن نفسي، بس بلقيتش حاجة، وكنت حاسة بالخوف والرعب وبالعجز إني مش قادرة حتى أحمي نفسي. رحت اتجاه الشباك اللي لقيته في الأوضة. لقيته شباك الحمام. حاولت أدخل منه. وفي كل الأحداث دي وفي المحاولات دي كلها قعدت حوالي ساعة ونص بحاول. فضلت أبص حواليا لحد ما لقيت حوض الاستحمام، وقفت على حافته وشغلت كشاف الموبايل، وبدأت أوجه الضوء من الشباك الصغير الموجود فوق حوض الاستحمام. يمكن حد يلاحظ الضوء ده وينقذني. وبدأت أصرخ ووجه الضوء ده على الشباك عشان حد ينقذني. حسيت بألم في زوري شديد جدا من كتر الصريخ. مكنتش قادرة أتكلم أو أصرخ، وجريت بسرعة على غرفة النوم أول ما سمعت صوت المنبه اللي بيرن. وحسيت كأنها الدقايق الأخيرة في حياتي، وحسيت وقتها بخوف شديد لأني مكنتش عارفة أعمل إيه ولا إيه اللي هيحصل لمجرد ما صوت المنبه ده يقف. وفي اللحظة دي بدأت تدور في دماغي أفكار مخيفة ومرعبة. بدأت أدعي ربنا ينقذني، وبقيت حاسة أن حياتي بتدور كأنه شريط قدامي، وما كنتش قادر استوعب أن خلاص هموت ونهايتي هتبقى في البيت المرعب القديم ده. قلت لنفسي هعمل إيه. بدأت أروح واجي في الأوضة لحد ما سمعت صوت قريب من الباب. وفي اللحظة دي الباب فتح ودخل من الباب الرجل المقنع، وكان معاه في ايدي فاس. بدأت أجري بعيد عنه على قد ما قدرت، ولكن هو كان محاصرني وبدأ يرفع الفاس اللي في ايده. وفي اللحظة دي وفجأة سمعت صوت انذارات عربيات الشرطة بره البيت،
والضوء بتاع سرينة العربية الأحمر والأزرق باين من الباب. بدأ الراجل يرجع ورا ويجري من الأوضة، وفتحت الشرطة الباب وسمعتهم هما بيكسروا الباب، وفضلت واقفة مصدومة. واتضح إن في شخص شاف الكشاف بتاع الموبايل وسمع صوتي وانا بطلب حد يساعدني، ولكن ما جاش يساعدني. هو اتصل بالشرطة، والحمد لله الشرطة جت، وإلا كنت زماني ميتة بالطريقة البشعة اللي لا يمكن أي شخص يتخيلها. ولحد الآن كل ما افتكر اليوم ده جسمي كله بيقشعر من الخوف. ولما سمع الراجل إنذارات عربيات الشرطة هرب في الغابة، وشفت شرطيين من رجال الشرطة بيجروا وراه. وسألني فرد من أفراد الشرطة إني لو ممكن أوصف شكله، قلت له هو كان لابس ماسك، وقلت لهم اللي حصل معايا. ولما طلعت بره البيت كانت الشرطة بتفتش البيت كله. وفي اللحظة دي جم أفراد الشرطة اللي كانوا بيجروا ورا الراجل المقنع وقبضوا عليه. وصراحة كنت مبسوطة جدا عشان مسكوه. بعد ما كشفوا القناع عن وشه لقيته نفس الراجل اللي فتح لي الباب، وهو وملامحه وتجاعيد بشرته وأسنانه المكسورة، وكان لابس جاكيت طويل قديم مع بنطلون جينز أزرق وحذاء أسود. واتضح إنه مريض نفسي وهرب من المصحة النفسية من كذا شهر، ولكن ما كنتش أنا أول ضحاياه، ولكن لحسن حظي إني كنت أول شخص يهرب منه، وإلا ما كنتش أعرف ولا كنت أتخيل كان ممكن يعمل فيا إيه. واللي بيخليه يعمل كده إن هو بيحب يشوف ويستمتع بالأشخاص اللي قدامه وهم بيتعذبوا وخايفين. وبعد اليوم ده سبت شغلي وقررت إني مش هشتغل أبدا في شغل توصيل الطلبات بعد كده أبدا، واليوم ده عمري في حياتي ما هنساه.